السيدة والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. انطلاق إلى جلسات أعمال الدورة الثانية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي. دائرة الأمن والدفاع بمؤتمر حضرموت الجامع تنظم محاضرة تثقيفية لأفراد المنطقة العسكرية الثانية. التضامن وسمعون يتأهلان إلى نهائي كأس بطولة المجلس الانتقالي. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني خالص التعازي والمواساة لمدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري وأفراد أسرته في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته التي وافاها الأجل يوم الجمعة بمديرية الريد وقصيعر. كما رفع محافظ حضرموت خالص التعازي والمواساة لمدير عام مديرية الشحر المهندس أمين بارزاق ولإخوانه وأفراد أسرته في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته التي وافاها الأجل بمديرية الشحر، مبتهلا إلى المولى تعالى أن يتغمدهن بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهن فسيح جناته ويلهم أهلهن وذويهن الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. انطلقت بمدينة المكلا صباح اليوم أعمال الدورة الثانية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي تحت شعار استعادة الوطن وبناء الدولة الجنوبية المدنية الفيدرالية المستقلة، وتستمر 3 أيام بحضور قيادة وأعضاء هيئة رئاسة المجلس. وفي الافتتاح ألقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي كلمة عبر فيها عن سعادته بانعقاد الدورة الثانية للجمعية في محافظة حضرموت، واصفا إياها بأرض السلام والعلم وروح الاقتصاد، مباركا النجاحات التي عبر عنها العمل المؤسسي المنهجي الذي قال أنه بدأ ظاهرا وجليا على آداء أعضاء الجمعية في المرحلة السابقة، ونوه إلى أن المرحلة القادمة يجب أن تركز على الأداء والإنجاز وتثبيت دعائم العمل الديمقراطي والمؤسسي بكل شفافية. وشدد الرئيس الزبيدي وجوب أن يسلم أمر وادي حضرموت إلى أبنائها. من جهته دعا رئيس الجمعية الوطنية اللواء أحمد بن بريك الجنوبيين من أعضاء البرلمان المنتهي ولايته إلى الانخراط في الجمعية الوطنية، موضحا إلى أن الجمعية الوطنية لديها عدة مشاريع ولديها مشروع متكامل للدولة المدنية الحديثة. هذا وكرم الرئيس الزبيدي الباحث والمؤرخ جعفر محمد السقاف لأدواره البارزة في خدمة الجنوب وإثرائه بالبحوث العلمية والتاريخية. تم اليوم افتتاح أعمال الدورة الثانية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي. يأتي اختيار حضرموت لعقد هذه الدورة الهامة لمكانة حضرموت ولمساندة أهلها وبالتحديد في وادي حضرموت الذين يعانون من الانفلات الأمني واغتيال العديد من الكوادر الأمنية والعسكرية في الوادي ووضع حد لهذا العبث وللإرهاب المسيس هناك. أهم ما ستبحثه أيضا الجمعية الوطنية هو توجهات المجلس الانتقالي الجنوبي خلال العام 2019، إقرار خطة العمل، إقرار موازنة العام 2019، إضافة إلى العديد من القضايا الهامة المتعلقة بمحافظات الجنوب. وفي إطار الفعاليات المصاحبة لإنعقاد الدورة الثانية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، شهدت مدينة غيل باوزير حفلا خطابي وكرنفالي لقيادة الانتقالي الجنوبي تخللها زيارة للمدرسة الوسطى، بالإضافة إلى عقدها لقاء مع عدد من منظمات المجتمع المدني وشخصيات اجتماعية وثقافية. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
مجموعة من الفعاليات المصاحبة لإنعقاد الدورة الثانية للجمعية الوطنية شهدتها مديريات ساحل حضرموت، والتي أكد من خلالها رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي على رمزية إنعقاد الدورة الثانية للجمعية الوطنية في حضرموت، كونها هي الجنوب والجنوب هي حضرموت. جاء ذلك خلال لقاء عقدته قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي مساء الخميس مع عدد من منظمات المجتمع المدني وشخصيات اجتماعية وثقافية. وقال رئيس المجلس اللواء الزبيدي إن انعقاد دورة الجمعية الوطنية في المكلا هو رسالة تأكيد للإقليم بأن المجلس الانتقالي موجود ومستمر وقادم لتجهيز فريق تفاوضي جنوبي على أعلى المستويات من الكفاءات. كما أكدت مداخلات المشاركين في اللقاء على أهمية انعقاد الدورة الثانية للجمعية الوطنية في مدينة المكلا حاضرة حضرموت لما لها من دلالات سياسية قوية للداخل والخارج. ومن جانب آخر، شهدت قيادة المجلس الانتقالي الحفل الخطابي والفني الذي نظمته القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في مديرية غلبة وزير، والذي تخللته فقرات فنية من التراث الشعبي وقصائد شعرية نالت استحسان الجميع. عاهد نائب رئيس المجلس الانتقالي الشيخ هاني بومبريك ورئيس الجمعية الوطنية اللواء الركن أحمد سعيد بومبريك أبناء غلبة وزير والجنوب عامة على مواصلة النضال حتى تحقيق تطلعات شعب الجنوب في الاستقلال والسيادة على أرضه. وكانت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي قد قامت بزيارة تفقدية لمديرية غلبة وزير، شملت الزيارة المركز الثقافي للأنشطة التربوية والثقافية المدرسة الوسطى، وطافوا بأقسام المركز متعرفين على التاريخ العريق لهذا الصرح التعليمي الرائد على مستوى حضرموت الذي تخرج منه الكثير من كوادر الجنوب وشغلوا أعلى المناصب القيادية حتى تحول المركز اليوم إلى متحف ومركز تنموي. هذا وأدت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي صلاة الجمعة مع عموم المصلين في مسجد جامع عمر بمدينة المكلا، واستمع الرئيس الزبيدي وأعضاء هيئة الرئاسة إلى خطبتي صلاة الجمعة التي ألقاها الشيخ صالح الشرفي التي أشاد فيها بدور التحالف العربي في نجدة إخوانهم في اليمن والتصدي للمد الشيعي الفارسي. وندد الشرفي في الخطبة بجرائم القتل المتكررة في وادي حضرموت، مطالبا الجميع بالوقوف بحزم أمام هذه الظاهرة الخطيرة والمهددة لأمن واستقرار حضرموت. كما تطرق فضيلة الشيخ الشرفي في خطبته إلى أهمية مكافحة الفساد وقيام دولة العدل والمساواة التي تحترم حقوق المواطنين وترعى مصالحهم وتحفظ أمنهم وممتلكاتهم. رأست السلطة المحلية بمديريات وادي وصحراء حضرموت اجتماعا استثنائيا لأعضاء المكتب التنفيذي لمديرية سيئون للاطلاع على مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين وأبرز الصعوبات والخطط المستقبلية لتعزيز الخدمات. وأكدت السلطة المحلية على أهمية بذل مزيد من الجهد في التخطيط وعمل الدراسات الفنية للوصول إلى مستوى مميز في الخدمات العامة بمدينة سيئون باعتبارها واجهة أساسية لوادي حضرموت، مشيرة إلى أنها ستولي قطاعات الأشغال العامة والنظافة والتحسين اهتماما خاصا في المدينة لإظهار المدينة بصورة جمالية. كما أكدت اعتماد ما يصل إلى 11 مشروعا للمديرية ضمن حزمة المشاريع الثانية التي أعلن في بداية العام الحالي، وكذا اعتماد مشروع مبنى جديد للسلطة المحلية بالمديرية ليتم تحويل المبنى الحالي إلى متحف تراثي. وناقش أعضاء المكتب التنفيذي بالمديرية جملة من الصعوبات والإشكاليات التي تواجه عملهم، موشدين بمستوى الاهتمام والدعم لمكاتبهم في الفترة الحالية. افتتحت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت 9 مشاريع ضمن برنامج تأهيل وتجهيز البنية التحتية بكليتي التربية والبنات بجامعة سيئون. وتتمثل المشاريع 9 بناء 4 قاعات دراسية بكلية البنات والمكتبة الإلكترونية والمقروءة بكلية التربية ومعامل الحاسوب والكيمياء والفيزياء ومشروع استراحة الطالبات وتأهيل مكتب عمادة وهيئة التدريس بكلية التربية وتأهيل 4 قاعات بكلية التربية وتأهيل مصلى الكلية. وطافت السلطة المحلية بمعية رئيس جامعة سيئون
في المشاريع التي تم تنفيذها مشيدين بمستوى التنفيذ والشكل الجمالي الذي انعكس على كلية التربية بجامعة سيئون، موجها برفع دراسات لتنفيذ مثل هذه المشاريع في الكليات الأخرى بجامعة سيئون. وفي سياق متصل افتتحت السلطة المحلية بالوادي والصحراء مشروع ترميم روضة الطفل بمنطقة شعب الحصان بتربة مديرية سيئون بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 49,000 دولار بتمويل من قبل مشروع الأشغال العامة. ويتكون المشروع من 7 قاعات دراسية وصالة طعام وبوفية ودورات مياه ومسرح وعدد من الألعاب التعليمية للأطفال. دشنت السلطة المحلية بمديريات الوادي والصحراء بدء العمل في مشروع مجاري الصرف الصحي الإسعافي لمدينة سيئون لمعالجة إشكالية طفح المجاري في المدينة بصورة عاجلة، وتبلغ إجمالي كلفة المشروع 209 ملايين ريال. يتكون من أنابيب شبكة صرف صحي وإنشاء محطة رفع لضخ المياه سيتم ربطها بموقع تجميع المجاري بالمدينة. وأثناء تدشينها العمل بالمشروع شددت السلطة المحلية على أهمية إنجاز المشروع بأسرع وقت والالتزام الكامل بالمواصفات والمعايير الفنية، واستمعت من مشرف المشروع والشركة المنفذة للمشروع للجدول الزمني لإنجاز المشروع، موجهة جميع الجهات التعاون وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل في المشروع. ومن جانب آخر افتتحت السلطة المحلية أيضا مشروع توريد وتركيب منظومة الطاقة الشمسية لمشروع مياه سحيل بور بمديرية سيئون بتمويل من المجلس المحلي بسيئون. ويهدف المشروع إلى تأمين إمداد المياه الصالحة للشرب بشكل مستمر لأكثر من 5,000 نسمة. دشنت مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل بقاعة الأديب علي أحمد باكثير برئاسة جامعة حضرموت بالمكلا مهرجان سرطان الطفل وحملة نحبكم الرابعة لدعم مرضى السرطان برعاية كريمة من محافظ محافظة حضرموت. وفي الحفل الذي حضره عدد من وكلاء ومستشاري المحافظ ومديري عموم مكاتب التنفيذية بالمحافظة، أكد وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي دعم السلطة المحلية للمؤسسة، داعيا رجال الخير والإحسان إلى الوقوف إلى جانب المؤسسة ودعمها لتنفيذ برامجها الهادفة للتخفيف عن مريض السرطان. بدوره أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان الدكتور وليد البطاطي أن تدشين مهرجان سرطان الطفل يأتي بالتزامن مع احتفال العالم بيوم السرطان في 4 فبراير وسرطان الطفل في 15 فبراير الذي سيشهد عدة مناشط ووقائع يعود ريعها لمرضى السرطان. نفذ مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت الدكتور خالد سلمان العكبري نزول ميداني لمنشأة ومحطات خدمة تعبئة الوقود للمواطنين في عدد من مدن ومديريات ساحل حضرموت من بينها المكلا وغيل باوزير والشحر والريدة وقصيعر. وخلال الزيارة التفقدية والتي شملت جميع محطات تعبئة الوقود التابعة لشركة النفط والمحطات التابعة للقطاع الخاص، اطلع الدكتور العكبري ومرافقيه من مدراء المحطات ومدراء عدد من الإدارات المختصة بفرع الشركة على الخدمات التي تقدمها المحطات والتزامها بتوفير المحروقات للمستهلكين بالقيمة السعرية المحددة من قبل شركة النفط بالمحافظة، مستمعا بذات الوقت من القائمين على تلك المحطات إلى أبرز الصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل تطويره. وقال الدكتور خالد سلمان العكبري إن هذه الزيارة تأتي في المقام الأول للإطلاع الميداني على جهود تطوير سير العمل التي يبذلها موظفي الشركة وكذا العاملين في المحطات الخاصة وتحسين أداء عملها. قمنا بزيارة هذا اليوم إلى محطات الشركة، وكان يرافقنا وفد من الأخوة مدراء الإدارات وخاصة المختصين في هذا المجال. كان الهدف من الزيارة هو الاستطلاع الشامل حول الإصلاحات الممكن عملها في هذه المحطات
من حيث الخزن الاستراتيجي في كل محطة، كذلك تحسين وصيانة العدادات الموجودة في هذه المحطات، أيضا التلمس هموم الموظفين والعاملين في هذه المحطات، وما هي الإصلاحات الممكن عملها في المباني لكل محطة. قام وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية اللواء سعيد العامري بزيارة تفقدية لإدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت للإطلاع على سير عمل الإدارة. وخلال الزيارة اطلع اللواء العامري على سير عمل إدارة مكافحة المخدرات والإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية وآلية ضبط ومحاربة عصابات المخدرات والبرامج التوعوية والتثقيفية للمجتمع ولمنتسبي الإدارة والموقوفين والمحتجزين، مثمنا الجهود المبذولة من قبل منتسبي المكافحة من ضباط وأفراد لمحاربة هذه الآفة التي تعكر أمن المحافظة، مؤكدا على تأمين كافة مداخل ومخارج المحافظة وربط العلاقات مع الوحدات الأمنية والعسكرية بالمحافظات الأخرى لترقب ومتابعة عصابات التهريب والقبض عليهم. نظمت لجنة الأمن والدفاع بمؤتمر حضرموت الجامع محاضرة ثقافية وتوعوية لأفراد المنطقة العسكرية الثانية بالتنسيق مع شعبة التوجيه المعنوي. وتناولت محاور المحاضرة إلى دور المؤسسات العسكرية والأمنية في حفظ أمن واستقرار المجتمع والحفاظ على ما تحقق من إنجاز في هذا المجال، والمتمثلة في دعم قوات النخبة الحضرمية التي تعد صمام أمن حضرموت. وأشارت المحاضرة إلى أهمية رفع الوعي الأمني واليقظة الدائمة بين الأفراد في مختلف الوحدات العسكرية وتطوير كفاءاتهم وتنمية قدراتهم وتعزيز التعاون فيما بينهم وتحمل المسؤوليات. وأكد رئيس الدائرة العميد سالم باشادي أن مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع قد أولت الجانب العسكري والأمني اهتماما كبيرا وإعادة هيكلة إدارة الأمن والشرطة بحضرموت تحت قيادة حضرمية موحدة ذات كفاءة عالية. أوضح مدير عام التوليد بكهرباء ساحل حضرموت المهندس محمد بحاج عن سير تنفيذ الأعمال بالمحطة وما يتم من أعمال صيانة بالمحطة وما تواجهه من صعوبات وعراقيل في شحة وتوفير بعض قطع الغيار الضرورية لإتمام أعمال صيانة لمولدات الطاقة بالمحطة. بدوره أعرب المهندس بحاج عن شكره وتقديره للسلطة المحلية بالمحافظة على ما يبذلون من جهود حثيثة من خلال الدعم ومتابعة الجهات المانحة من دول التحالف الأشقاء لتوفير قطع الغيار والوقود. كما أكد مدير محطة ريان المهندس عبدالله بامختار أن عمال المؤسسة يبذلون قصارى جهدهم لإتمام أعمال الصيانة قبل دخول الصيف، موضحا أن الأعمال تتم بإشراف وتنفيذ عمال أبناء المحافظة. اجتمعت إدارة مستشفى المكلا للأمومة والطفولة على مدار الثلاثة الأيام الماضية برئاسة مدير عام المستشفى دكتورة أبهب عويضان لمناقشة سبل توسعة وتطوير وتجديد قسم الطوارئ بالمستشفى. وناقش الاجتماع عدد من الاقتراحات والأفكار التي تسهم في عملية تطوير قسم الطوارئ بالمستشفى باعتباره الشريان الرئيسي لعمل المستشفى وتجديده وتوسعته لتقديم خدمات أفضل لرواد المستشفى. وخرج الاجتماع بعدد من الاقتراحات التي وافق عليها الجميع للبدء في عملية التوسعة والنقل للطوارئ. دشن أتلاف الخير للإغاثة في مدينة المكلا مشروع النقد مقابل العمل بتمويل المنظمة الدولية للهجرة ضمن المنحة السعودية الإماراتية لليمن. ويستفيد من المشروع 200 مستفيد من مدينة المكلا و150 من مدينة تريم عاملا من الرجال والنساء النازحين والفئات المهمشة والأكثر احتياجا. ويهدف المشروع إلى تعزيز صمود المجتمعات والفئات المهمشة والنازحين من خلال الدعم النقدي مقابل العمل. ويتضمن المشروع على مدى 4 أشهر إزالة الأنقاض ومخلفات الهدم والقمامة التي خلفتها الحروب والأعاصير الأخيرة. ويتيح المشروع مشاركة المرأة بما نسبته 40%
وفي التدشين أكد مدير عام صندوق النظافة والتحسين المهندس فهمي بن شمراق أن المشروع سيسهم في تحسين وضع النظافة في مدينة المكلا وأضفى لمسة جمالية للمدينة، مشيرا إلى أن العمل في اتجاه استدامة المشروع فترة أطول. صعد نادي التضامن لكرة القدم إلى المباراة النهائية لبطولة دوري المجلس الانتقالي الذي يأتي ضمن الفعاليات المصاحبة لاحتضان مدينة المكلا للدورة الثانية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي والذي ينظمه اتحاد الكرة بالساحل. جاء ذلك إثر فوزه على حساب فريق وحدة الشحير بهدفين دون رد في المواجهة التي جرت على ملعب الفقيد بارادم، وتحصل لاعب نادي التضامن الكابتن محمد عبد الله العمودي على جائزة أفضل لاعب في الدوري. وفي مباراة الشحر التي استضاف فيها نادي سمعون نادي المكلا، تمكن سمعون الشحر من تحقيق الفوز وإنهاء المباراة بسداسية مستحقة على حساب ضيفه المكلا، وبهذا الفوز تأهل سمعون إلى المباراة النهائية التي ستقام عصر يوم غد الأحد على ملعب الفقيد بارادم بالمكلا، وسيتواجه خلالها التضامن وسمعون. مشاهدينا الكرام، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهاكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. انطلاق أولى جلسات أعمال الدورة الثانية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي. دائرة الأمن والدفاع بمؤتمر حضرموت الجامع تنظم محاضرة تثقيفية لأفراد المنطقة العسكرية الثانية. التضامن وسمعون يتأهلان إلى نهائي كأس بطولة المجلس الانتقالي. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نكون قد قدمنا لكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلا. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.